مستعدون؟ نحن مستعدون. حاضر، سنبدأ الآن. سكوت سكوت يا أطفال، تفضل نبدأ الآن. معك ورقة الأسئلة؟ إنها معي. تفضل. سكوت جاهز؟ مشاهدينا الأعزاء، مساء الخير. يسرنا أن ننقل لكم هذا المشهد من شارع 20، ونتحدث عن بعض الآن بعبد الله ونعمان، ونبدأ بعبد الله. مساء الخير، هل أنت سعيد بوجودك في شارع 20؟ طبعاً. قف نعمان، لا ترد. السؤال الآن لعبد الله وليس لك. أخ عبد الله، هل أنت سعيد بوجودك في شارع 20؟ طبعا أنا سعيد مع جيراني الطيبين. شكرا. أخ نعمان، هل أنت سعيد بوجودك في شارع 20؟ في شارع 20؟ رد يا نعمان، رد. السؤال لك الآن، رد. كيف أرد؟ أنت قلت لي لا ترد. قلت لك لا ترد عندما يكون السؤال لعبد الله، ولكن السؤال لك لا. اسأله ثانية، اسأله ثانية. هل أنت سعيد؟ لا، أنا نعمان. ها هو سعيد، سعيد، سعيد. ماذا تريدون أن أقول؟ تكلم. أنا أبحث عن القنفذ، لكني لا أعرف شكله. هل تساعدونني؟ سأنظر حولي، يمكن أن أتعرف عليه. هل هذا قنفذ؟ لا. هل هذا قنفذ؟ لا. هل هذا قنفذ؟ لا. لن أجد القنفذ، لقد تعبت من البحث عنه. هل هذا قنفذ؟ نعم، وأنا عرفته الآن. القنفذ حيوان شوكي الجلد.